الزمالك بيقترب من حسم صفقتين سوبر في الميركاتو الشتوي، يعني في الانتقالات الحالية الزمالك بيقرب من التعاقد مع صفقتين، وكان أقرب حاجة للزمالك الفترة اللي فاتت جون إيبوكا لاعب سيراميكا، لكن الصفقة توقفت. نادي سيراميكا عايز الفلوس بالدولار، الزمالك عايز يدفع بالمصري، في اختلاف وجهات النظر في القيمة المالية لجون إيبوكا ما بين الزمالك وما بين سيراميكا، لسه يعني الامور ما تمتش. برضه في كلام على عبد الله السعيد جامد جدا، رغم ان نادي بيراميدز النهارده صرح وكان في تصريحات من المسؤولين في نادي بيراميدز ان هم عبد الله السعيد هيكمل عقده مع نادي بيراميدز في الفتره القادمه، ولا نيه للتفريط في عبد الله السعيد. لكن انا عندي معلومه، احنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان عبد الله السعيد عنده رغبه انه يلعب في نادي الزمالك موسم ونصف، نص الموسم ده وموسم كمان. في كلام برضو على مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود ان هو ينتقل لنادي الزمالك. في اكتر من لعيب مرشحين، لكن الزمالك مسؤولين في نادي الزمالك قالوا او المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال ان في صفقتين سوبر هيتم الاعلان عنهم قريبا في نادي الزمالك. حسين ياسر محمدي بدا شغله النهارده مع الجهاز الفني لنادي الزمالك في الفريق الاول، زي ما قلت لكم كده اهو، ده صور كابتن حسين ياسر محمدي مع نادي الزمالك وكابتن اسماعيل يوسف في التدريب النهارده بعد رحيل كابتن احمد عبد المقصود لتدريب نادي البنك الاهلي مع كابتن امير عبد العزيز. فكابتن حسين خلاص بدا شغله اهو كمدرب مساعد في الجهاز الفني للنادي الزمالك. نادي المريخ السوداني اللي هو موجود مع نادي الزمالك في مجموعته وفي دوري الابطال تعاقد مع لعيب برازيلي اسمه ماتيوس كوتيلو. ماتيوس كوتيليو لعيب برازيلي، نادي المريخ السوداني تعاقد معاه عشان يدعم نادي المريخ في بطولة دوري أبطال أفريقيا. بكرة إن شاء الله مباراة بيراميدز وفاركو، ومستر باتشيكو اختار قائمة بيراميدز لمباراة فاركو بكرة وبيغيب عنها عبدالله السعيد. عبدالله السعيد اللي كان بيلعب مع نادي الزمالك طبعا مباراه بيراميدز والزمالك اللي فاتت واتغير في اول 10 دقائق، عبد الله السعيد مش موجود في القايمه. وفي بعض الاصابات زي كريم حافظ والشيبي اللاعب المغربي اللي سافر المغرب، عبد الله السعيد موقوف كمان، قالوا لي ان هو موقوف في الدوري. ايوه صح، طرد في ماتش فيوتشر عبد الله السعيد، ف عبد الله موقوف، مش مفيش مشكله يعني ولا اي حاجه، بس هو موقوف ان كان في ماتش الدوري الاخير ماتش بيراميدز وفيوتشر اتطرد، كان الحكم محمد معروف طرده، فعشان كده غايب عن مباراه بكره. والشيبي وكريم حافظ برضو عندهم اصابات يعني. بكره قايمه بيراميدز شريف اكرامي والشناوي ويوسف نادر، علي جابر، اسامه جلال، احمد سامي، محمد حمدي، عبد الله مجدي، احمد فتحي، بلاتي توريه، وليد الكارتي، رمضان صبحي، اسلام عيسى، هشام محمد، محمود صابر، ابراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمود عبد العاطي، دونجا، محمد صادق، عبد الرحمن جوده، فخر الدين بن يوسف، فخري لقاي، ودودو الجباس. صفحه بيراميدز النهارده نشرت كده فيديو لباتشيكو داخل غرفه الملابس، وباتشيكو وهو بيحمس لعيبه بيراميدز بين الشوطين وهم خسرانين 1-0 ومطرود منهم لعيب، يعني زي ما حصل كده في هيرفي رينار مثلا مدرب السعوديه مع منتخب السعوديه في بين الشوطين، هنجيب لكم بس بعد شويه عقبال ما يجهز الفيديو يعني. كابتن امير عبد العزيز المدير الفني للبنك الاهلي برضو اختار قائمه 20 لعيب لمباراه بكره البنك الاهلي والاتحاد السكندري. قائمه البنك الاهلي محمد ابو جبل واحمد صبحي، احمد ياسين، محمود الجزار، امير مدحت، عاصم صلاح، اسامه ابراهيم، اسحاق يعقوبو، محمد فتحي، احمد سعيد، احمد توفيق، محمد لعبه، محمد هلال، موسى ديواره، احمد ياسر قعود، محمود قعود، واسلام جابر، رزاق سيسيه، اسامه فيصل، ناصر منسي. الاتحاد السكندري برضو قايمته بكره امام البنك الاهلي، زوران المدرب اختار المهدي سليمان وصبحي سليمان في حراسه المرمى، هشام صلاح وجاسيتو، محمود علاء، خالد صبحي، عبد الله نصيب، صابر رحيل، خالد الغندور، مورو ساليفو، عمار حمدي، محمد محمود، ابراهيم حسن، اسلام عبد النعيم، ناصر ناصر، محمد فارس، عبد الغني محمد، احمد عيد، محمود عبد العزيز، اوستن اموتو، مابولولو، واحمد عادل ميسي. في غيابات برضو بكره
في نادي الاتحاد، سعيدو صنبوري واحمد السيد غريب وكريم الديب وفوزي الحناوي محمد صالح غايبين. كابتن ايمن الرمادي في اسوان بيطلب التعاقد مع مهاجم وصانع العاب وجناحين، عايز كابتن ايمن الرمادي اربع لعيبه جداد في الخط الهجومي لنادي اسوان. سموحه بيفقد اللاعب النيجيري صديق اوجولا امام سيراميكا بسبب الاصابه، تعور صديق اوجولا في ماتش الاهلي امبارح. برضه بيحاولوا يجهزوا احمد مصطفى في نادي سموحه عشان يلحق ماتش سيراميكا. يعني دي اخبارنا النهارده. عايزين بقى نروح في بس بسرعه كده